بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الحبشة وليست من الجزيرة العربية، عرفت بمهنة عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، حتى قال عنها: هي أمي بعد أمي. تزوجت من اثنين، عندما استشهد هذان الاثنان لم تحزن عليهم وإنما صبرت عليهم، ولكن عندما توفي نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حزنت عليه حزنا شديدا، ولم تتمالك نفسها بل بكت بكاء مريرا على وفاة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الوحي قد انقطع عنها بوفاة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هي هذه الصحابية الجليلة التي عرفت بكنيتها ووظيفتها؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. نتابع معكم هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، وهذه الصحابية هي أم أيمن الحبشية رضي الله عنها. فأم أيمن الحبشية رضي الله عنها هي بركة بنت ثعلبة الحبشية رضي الله عنها، وهي معروفة بلقبها أكثر من اسمها، فكثير من طلبة العلم وكثير من المسلمين يعرفون بكنيتها أم أيمن أكثر من اسمها بركة بن ثعلبة، وهي من الحبشة حيث أنها ولدت في الحبشة، وكانت تعرف وتلقب بحاضنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ممن حضن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقام برعاية نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حال صغره صلوات الله وسلامه عليه، هي أم أيمن الحبشية بركة بن ثعلبة رضي الله عنها. فبركة بن ثعلبة رضي الله عنها كان ممن حضن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد زوجها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعبيد الله الخزرجي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويحبها حبا كثيرا، وكان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يسر بها، حتى أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أثر عنه في الحديث الصحيح أنه قال عنها: هي أمي بعد أمي، وذلك لأنها كانت تحضن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأم أيمن الحبشية هذه العناية وهذه الحضانة، فحفظها لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد شاركت أم أيمن رضي الله عنها في بعض معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تسقي المجاهدين وكذلك تداوي المجاهدين. كذلك أم أيمن رضي الله عنها كانت ممن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تروي الكثير من أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت من المقلين من الرواية لأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كانت وظيفتها الأساسية هي احتضان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ورعاية نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حال صغره. ورغم أنها من الحبشة ورغم أنها ليست من العرب، إلا أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لها وكان يعتني بها عناية فائقة، وهي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل القليل أنها أمه بعد أمه صلوات الله وسلامه عليه. فأم أيمن رضي الله عنها كانت تعرف في كتب السير وكذلك تعرف عند المسلمين بأنها حاضنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك شاركت في بعض معارك وغزوات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن مقاتلة، بل كانت حالها حال النساء الذين يخرجون إلى الغزوات والمعارك مع نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تداوي الجرحى وكانت تسقي المجاهدين من الماء.
وكذلك روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، ولكن لم تكن من المكثرين من الرواية لأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت من المقلين من الرواية لأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ونواصل. عدنا إليكم بعد الفاصل أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات، وقد ذكرنا قبل الفاصل أن أم أيمن رضي الله عنها عرفت بلقبها أكثر من اسمها، فهي من الحبشة، لم تكن من العرب ولكنها كانت من الحبشة، ومع ذلك أصبحت من صحابة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كونها توظفت بوظيفة عظيمة وهي أنها كانت حاضنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به وماتت على الإيمان، كذلك شاركت في بعض غزوات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك كانت تداوي الجرحى وكذلك تسقي المجاهدين، وروت بعض الأحاديث عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من عبيد الله الخزرجي، فعندما مات زوجها الأول صبرت على ذلك، حزنت حزنا خفيفا ولكنها صبرت على ذلك واحتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بفترة من الزمن مات ابن لها، ومع ذلك صبرت واحتسبت لله سبحانه وتعالى، لأن كما هو معلوم في ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصبر بيّن ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أن أجره غير معدود، وذلك لأنه عمل عظيم لا يفعله إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا العمل الصالح. فتوفي زوجها الأول عبيد الله الخزرجي، ثم توفي ابنها، وكذلك تزوجت بزيد بن حارثة، وكذلك توفي زوجها زيد بن حارثة، فكذلك صبرت على ذلك وكذلك احتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهنا توفي زوجها الأول وتوفي ابنها وتوفي زوجها الثاني، وفي كل هذه الأحوال تصبر لله سبحانه وتعالى وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما توفي نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تتمالك ذلك، بل إنها أجهشت بالبكاء ولم تصبر على فراق نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث لوزيران نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة المسلمين أبي بكر الصديق، وكذلك الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد ذكرت كتب السير أن خليفة المسلمين أبي بكر الصديق وكذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاروا أم أيمن رضي الله عنها بعد وفاة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكروا لها ما كانت تحضن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من حياة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت جملة تأثر بها وزيران نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالت إني لم أحزن على وفاة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني حزينة لأن الوحي قد انقطع، لأن الوحي كان ينزل على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حال حياته، فعندما توفي نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من الله سبحانه وتعالى. فهنا قالت أم أيمن رضي الله عنها لم أحسن على ذلك، لأن ما عند الله من الجنة ومن النعيم المقيم خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحزن لأن الوحي قد انقطع. فعندما سمع وزير نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين هذه الجمل وهذه الكلمات،
هيجتهما بالبكاء. توفيت أم أيمن رضي الله عنها بعد وفاة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر رضي الله عنها وعن جميع صحابة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى لقاء قادم مع صحابية أخرى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.